مساء الهنا ومساء السعاده على كل مشاهدين الصحه والجمال في برنامجكم اكله بسيطه مصريه. النهارده ان شاء الله مع حضراتكم هنعمل اكله من اكلات الشوارع الممتازه المميزه جدا في الشارع. هنعمل الحواوشي، رغيف الحواوشي بطريقه سهله واقتصاديه 100%. هنعمل معجنات وهنعمل الحواوشي الرغيف بتاعنا العادي، وهنعمل مع حضراتكم السدوق، وهنعمل الحلو بتاعنا يكون البسبوسه بالشوكولاته. وخليكم معانا ان شاء الله. اول ما نبدا نقول بسم الله على بركه الله. الحواوشي بتاعتنا معانا كيلو من اللحمه قبل الفرمه خالص. الحواوشي بتاخد نسبه دهون كتير، علشان كده في الرغيف بتاعنا لازم بيكون نسبه الزيت على الجريل او في الفرن بيكون حاجه بسيطه وسهله. معانا كيلو من اللحمه متضاف عليها نص كيلو من الدهن متضاف عليها قبل الفرن. بعد الفرن هنضيف عليها معلقه من الثوم البودره، بسم الله على بركه الله، معلقه من الثوم البودره، معلقه من البصل البودره، معلقه من البابريكا بسيطه، ضفنا معلقه من البابريكا، معلقه من الثوم البودره. بعد كده شويه من التوابل، سبع توابل مشكلين، حبهان ورق اللوري، جوزة الطيب، فلفل الاسمر، كله مع بعضه. بعد كده شويه من الملح، بعدين نطعمها بقى ونديها التركه الجميله بتاعتها. والمقادير قدام حضراتكم على الهواء على طول. ندي بصلتين او خمس بصلات على حسب الرغبه بتاع حضراتكم، بسم الله. بصل ناعم تعمليه في الكبه على ايديكم مفيش اي مشاكل، بسم الله على بركه الله. هنحط نضيف البصل ونضيف الفلفل الوان اخضر اصفر احمر زي ما تحبوا، ولو حبيتوا تضيفوا جزر مبشور مفيش اي مشاكل. رغيف الحواوشي هنطلع رغيف مش عادي، لازم بتركه جميله في قلب البيت نعمله بحاجه حلوه وممتازه، بسم الله. ضفنا البصل اي تقطيع، بصله بصلتين خمس بصلات مفيش اي مشاكل، ضيفه على قد زي ما تحبه. ولو حبيت حضرتك تعمل نص كيلو بتفرم معاها حوالي ربع كيلو من الدهن، لازم يكون دهن كتير. ومن الاحسن ومن الافضل عشان نعمل تركه جميله وحاجه بطعم حلو ممتاز لازم ندي دهن ضاني، بيدي تركه حلوه جدا. فلفل كتير وبصل، حبيتوا تضيفوا جزر مبشور مفيش مشاكل، فلفل الوان برضو بيدي طعم وتركه حلوه فنا على قد ما تقدروا. بعد كده بعد ما ضفت الثوم البودره والبصل البودره والبابريكا والتوابل والملح والفلفل والبصل، ابدا اخلطهم كلهم مع بعض، نسبه الدهون نسبه عاليه تعمل تركه وطعم حلو جدا. هنحمصه مع المخبوزات ونسوي اللحمه في قلب الخبز بتاعنا والعجين، بسم الله. حاجات بسيطة وسهلة جدا واقتصادية 100% ومحبوبة جدا في الشارع المصري، في المحلات وفي الشوارع كتير راغبينها بالذات الأطفال. بعد ما عملنا البصل والفلفل والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا وضفنا التوابل، السبع توابل المشكلين بتوعنا الجمال، تعالوا نعمل أول حاجة المعجنات بتاعتها. هنعملها عجين، هنعمل مخبوزات. المخبوزات اللي أنا بعملها فطاير لكل حاجه، ممكن تستخدميها للعيش الفينو، تستخدميها للبيتزا، تستخدميها لاي مخبوزات تحبيها. الفرق المخبوزات كلها واحده مشتركه في الخميره والسكر ورشه الملح. التطعيم بتاعي اللبن البودره او حطيته زبادي او ضفته بيض مفيش اي مشاكل. العجين بتاعه عباره عن نص كيلو من الدقيق مضاف عليه معلقه من الخميره، معلقتين من السكر صغيرين او معلقه كبيره من السكر، رشه الملح واللبن البودره، كله ضفناه مع بعضه. بعد كده اديله بقى تركه حلوه وجميله، شويه من السمسم، شويه من حبه البركه، حبيتوا تضيفوا حبهان او كمون او اليانسون، بيتضاف على المعجنات بيدي طعم او تركه جميله قوي، بيبقى حاجه مخصوصه جدا لحضراتكم. بعد كده بضيف معلقتين من الزبده او معلقتين من الزيت، معلش معلقتين من الزيت، بسم الله. ضفنا الخميره، معلقه من الخميره، معلقه من السكر كبيره او معلقتين من السكر وسط، رشة الملح، معلقة شوية من السمسم وشوية من حبة البركة. بعد كده أبدأ أعجن، بسم الله. بعد ما عملنا الحواوشي بتاعتنا الجميلة، الكيلو اللحمة بيتضاف عليه نص كيلو بنفرمها في الكبة أو في المضرب في المفرمة الكبيرة. بعد كده ضفنا البصل والفلفل وضفنا الثوم البودرة وضفنا البصل البودرة وضفنا التوابل الجميلة. بعد كده عملنا المخبوزات وهي عبارة عن نص كيلو من الدقيق،
معلقه من الخميره، معلقتين من السكر، رشه من الملح، معلقتين من الزيت، حبيت تضيفوا معلقه من الزيت ومعلقه من السمن يدي حاجه ناعمه وجميله، تركه ممتازه. بسم الله، اخدمه خدمه كويسه. الدقيق بتاعي يكون دقيق متعدد الاستخدام زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، واحده واحده اهو. نعجن العجين شويه شويه من الميه، ميه عاديه، الجو جو كويس جدا بيخلي العجين بتاعي هيتضاعف حجمه بعد 5 دقائق و10 دقائق على حسب ما العجين يختار معانا يختمر او يتضاعف الحجم بتاعه، بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه 100%. ومقادير الخبز الحواوشي قدام حضراتكم. بسم الله، ابدا اخدم العجين كويس. ثواني يا فوزي، ثواني بعد اذنك. اخدم العجين، هعمل رغيف حواوشي كبير بقى، حاجه عموله و100 100 حجم عائلي مع حضراتكم. بعد كده بقطع التقطيع الكويرات على حسب ما تحبوها، تقطيع صغير او تقطيع كبير زي ما انتوا عايزين. وادهن، ادهن الصينيه بتاعتي سمنه او اي حاجه وانزل بيها على حسب عدد الافراد. ممكن نعمل كيلو، نعمل 2 كيلو بالكمون او بالحبة البركه والسمسم، بيطلع مخبوزات طعمها جميله جدا في كل حاجه بتنفع معايا، حتى في البيتزا. اللي عايز عجينه البيتزا هي نفس الطريقه، نفس المعجنات، كل الفطاير موحده معانا في الخميره والسكر ورشه الملح ومعلقتين الزيت. بعد كده هنغطي العجين بتاعنا ونسيبه يرتاح حوالي 5 دقايق. بسم الله، يرتاح 5 دقايق بالظبط، ونطلع بالمخبوزات اللي عملناها قبل الهواء على طول ب10 دقايق. بسم الله على بركة الله، بعد ما ارتاحت حوالي 10 دقايق بالظبط، رش الدقيق، دقيقة فوزي، رش الدقيق بسيطة صغيرة. وهجيب الصينية مدهونة سمن أو زيت، صينية بسم الله، هات الصينية بتعلق وافردها. تسلم ايدك يا باشا. الصينية بتاعتي على الصينية على طول، وافردها بايدي بالنشابة. العجينة مرتاحة معايا وزي الفل، ما بتستحملش فرد سريع وبسيطة وسهلة. تقدروا تعملوا رغيفين ثلاثة على حسب عدد أفراد الأسرة، سهلة. أنا أشكلها كذا شكل وكذا طريقة، حواوشي جميلة مشكلينها بالطعم الجميل في بيتنا وباللحمة اللي احنا عارفينها لأهالينا وأحبابنا. أهم حاجة في تركة المطبخ فنها، والفن كله في الصحة والجمال، في أكلة بسيطة مصرية هتلاقوا كل حاجة إن شاء الله بإذن الله. بعد كده بعد ما فردنا العجينة هنبدأ ننزل بالحشوة بتاعتنا الجميلة، نفرد الحشوة. بسم الله، نعمل رغيف كامل من الحواوشي الجميل. حبيتوا تعملوا اي حشوات فيه مفيش اي مشاكل. بعد كده بجيب نفس التكرار، واحد تاني فوقيه على طول، افرد نفس الفرده شويه من الدقيق بسيطه على النشابه وانزل. بسم الله، انزل بيه. العجينه سهله ومرنه بالنشابة، ماشي على الايد، ماشي مفيش اي مشاكل. نعملها سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية، موجودة في كل بيت كمخبوزات او معجنات. اهم حاجة الدقيق بتاعي يكون متعدد الاستخدام، معمول بحبة البركة والسمسم الجميل. نغطي العجين بتاعنا بسم الله، وابدأ افرد واحدة واحدة مع حضراتكم. نفرد العجين بسم الله، بعد ما ضفنا نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الدقيق ضفنا عليه معلقه من الخميره، معلقتين من السكر، رشه من الملح، معلقتين من الزيت او معلقه من الزيت والسمن، مفيش اي مشاكل. نضيف، عجناه عجنه كويسه، وبعدين سيبناه يختمر حوالي 10 دقائق وتضاعف الحجم بتاعه. اجيب شوكه بسم الله، نبدا نعمل فتحات في الجنب، ابدا اقفل القفل عشان ما تفتحش معايا، لان هيسيبه حوالي 5 دقائق تاني قبل ما ادخل الفرن.
يرتاح العجين بتاعي. بعد كده بعمل له فتحات واجيب حليب. اللي ما بيحبش الشيف يعمل بالبيض بالحليب بس، بيدي لمعان وتركه جميله 100%. نجيب الفرشه ونجيب الحليب وندهن الوش بتاعنا. بسم الله، معجنات سهله وبسيطه. زي ما قلت لحضراتكم المعجنات بتنفع في كل حاجه، في الفينو، في البيتزا، في كل الفطاير شغاله مع حضراتكم. الفرق حتى ان شاء الله باذن الله هنعمل لحضراتكم فيديو او حلقه عن الباتيه وعن الكاروسو برضو بنفس المعجنات هنعملها معاكم. كل حاجه معاكم في الصحه والجمال. وادي شويه من السمسم تاني من على الوش، ادي ريحه بقى وطعم جميل والشكل بتاعه يطلع معانا الرغيف الحواوشي الرغيف الجميل. يلا يا فوزي، نفس التكرار نكرر بس نعملها بقى المره دي بشكل تاني او بحاجه تانيه. بسم الله، سندوتش تاني كبير، حلقه معجنات، حلقه حواوشي تطلع معانا غدا او عشاء بطريقه جميله وممتازه. نبدا نقفل زيها زي السمبوسك بس كبيره بحجم كبير، وبالشوكه نفس التكرار اضغط اوزع اللحم كله على العجين بتاعي كامل. بسم الله، بعد كده نضغط بالشوكه على القفل. بسم الله، نفس النظام على الصاج بتاعنا ننزل بيه نفس الفتحات عشان ما يختمرش ويتضاعف حجم كبير والحشو بتاعي يبقى خالع من الرغيف بتاعنا. بسم الله، اشكال كتير شكلوا زي ما انتوا عايزين. نفس الطريقة شكل تاني. بسم الله، رغيف عيش كامل، حط الحشو بتاعنا ونلم الحشو، نقابل نلم ونقابل، بعد كده نقفل. بسم الله، زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم واحدة واحدة اهو، نعمل رغيف كامل ونضغط بالشكل بتاعه. بسم الله، كده المعجنات بتاعتنا خالص زي الفل، بتركة جميلة، بتخش الفرن ربع ساعة او نص ساعة على حسب ما يستوي الرغيف معانا. العجين لازم ياخد وش جميل من فوق ومن تحت. نفس الطريقة وفي نفس التركة رغيف الرغيف معانا اهو، رغيف الخبز الجميل. نعمل واحد تالت نفس النظام، فردة، نعمل حشوة، نعمل صوابع صغيرة زي ما تحبوا شكله. بسم الله، رغيف يطلع بقى بحبة البركة وباللحمة بتاعتنا الحواوشي الجميلة بالطعم والتركة المصرية الأصيلة. نفس التكرار. بسم الله، وندهن الوش بتاعنا الحليب والسمسم وحبة البركة. مش حابين تحطوا سمسم مفيش أي مشاكل، سيبوه سادة. حابين تحطوا هل مطحون أو حب هام مطحون أو ينسون أو كمون، كله حاجة صحية 100%. نعملها بالتركة التمام، شوية من حبة البركة، شوية من السمسم، نفس التكرار ونفس التركة الجميلة. أدي المعجنات بتاعتنا. اتفضل، تعالوا بقى ناخد العيش المصري بتاعنا العادي بالرغيف اهو، عادي جدا سهل، عادي عادي اهو، على نحشيها وعلى الجريل بتاعنا نسبة زيت بسيطة، سنة زيت صغيرة خالص، أو في الفرن بورقة زبدة أو بالسلوفانة. حط الحشوة على حسب ما تحبوها، نملى الرغيف بتاعنا من كيلو يعمل معانا كذا كذا رغيف. نفس الطريق. بسم الله، سهلة وبسيطة واقتصادية 100%. الرغيف بتاعنا اهو نحشيه باللحمة المفرومة الجميلة اللي عاملينها على ايدينا، من كيلو من اللحمة متضاف عليه نص كيلو من الدهن لو ضان هيكون افضل بكتير، بيدي تركة وريحة جميلة قوي. املى الرغيف. بسم الله، هندخل في الصاج ونعمل على الجريل
ما دون سنه زيت او حاجه بسيطه، ونسيبه براحته يتحمص او يسوي العيش بتاعنا في صاج، على صاج الفرن زي ما تحبوا اعملوه. وفي صينيه تاني نفس التكرار، مدهونه سنه صغيره بسيطه من الزيت او السمن، حاجه خفيفه خالص، لان نسبه الدهون عندي بدهون كتيره هتبقى معايا عاليه، حشوات كتيره اهي، يعمل معايا كذا رغيف. شكرا يا فوزي. ادي الطبق الاول بالسيلفر او بورقه الزبده، كل رغيف ورق الزبده عادي بتتباع عند خامات الحلواني. نفس التكرار، نقفل الرغيف وندخله الفرن. لو حضرتك مش حابه تعمليه على الصاج يبقى احنا معانا الشغل على الاثنين، ما في حاجه بتعطل معانا خالص، بتركاتنا وفننا نعمل اي حاجه ببيتنا بكل سهوله وبكل طريقه مبسطه وسهله. نفس النظام، بسم الله. وادي الرغيف الثالث الاخير عشان نطلع الاطباق بتاعتنا الحلوه الجميله. نقلب الرغيف بتاعنا، خليه يتحمص على كذا جنب وعلى كذا اتجاه، هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. اهم حاجه ان احنا نسوي اللحمه المفرومه من جوه كويس، ما تستعجلوش، كل ما الرغيف يتحمص كل ما يكون الطعم بتاعه اجمل واحلى. هندخله الفرن عشان نطلع احلى حواوشي لاحلى جمهور. يلا نعمل الطبق الثاني وهو السدق. نعمل السدق البلدي بطريقه سهله برضو مبسطه وجميله، طبق لذيذ يطلع مع سندوتشات. لو حبيتوا تعملوا الحواوشي في يوم او السدق في يوم، جمعناه لكم في يوم واحد عشان التركات الجميله. كيلو من السدق البلدي، كيلو من السدق البلدي هنضيف عليه في الجريل او الطاسه بتاعتنا، وننزل اول حاجه فيه بسم الله نحمر السدق. نسبة زيت بسيطة، لأن السدق برضه بيحمل أو بياخد، بيبقى نسبة الدهون فيه عالية، نسبة زيت بسيطة جدا، هو بيعمل تركات كتيرة. بعد كده هنجهز له البصل والفلفل والطماطم عشان نعمل له صوص جميل بيطلع معاه للسندوتشات أو للأكل العادي في البيت. نوضب مطبخنا ونظبط حاجتنا عشان نعمل أحلى تركات في فننا في الحاجة الجميلة. بسم الله. ضفنا بعد ما خلصنا الحواوشي، دخلنا على السدق البلدي الجميل، وادي الرغيف بتاعي شغال يتحمص ويسوي اللحمة بتاعته الجميلة. بعد كده نجهز بصل ناعم، عبارة عن بصلتين ناعمين جدا، نقطع تقطيع ناعم خالص بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع تقطيع بسيط وسهل عشان نطلعه مع الحواوشي الجميل، مع الرغيف، المخبوزات الجميلة في قلب البيت. بنعملها بتركات بسيطة وسهلة جدا، ما بتاخدش مننا وقت، حاجات بسيطة وتكاليف بسيطة في أكلة بسيطة مصرية في الصحة والجمال. نعم البصل، وفصين من الثوم، شويه من الفلفل، شويه مكعبات من الطماطم. ادي يا فوزي شغال معانا، قلب، ما نفكش، ما نحاولش ان احنا نفك الصدوق عشان ما يديش منظر مش كويس، هيسيب مننا ويبقى يعمل تركه مش حلوه. ما نحاولش نقطعه، التقطيع يجي بعد التحمير زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، اللي مفكوكه بتبوظ خالص وتتهري، تعمل زي اللحمه المفرومه. الروائح الجميله والدلع الجميل في الصحه والجمال، احلى من كده مفيش مثال. اي اكلات تحبوها، اي افكار عايزين تعملوها، ابعتوا لنا على اكله بسيطه مصريه في الصحه والجمال، اكله بسيطه مصريه على الفيس او على اليوتيوب باسم الشيف ماجد فوزي حمزاوي. تحت امركم في الاكل والحلويات وكل حاجه. قلبنا الحواوشي وقلبنا، ما ننساش الرغيف الحواوشي، وما ننساش الصدق بتاعنا الجميل.
لازم يتحمر تحمير مناسب وجميل. بسم الله. بعد كده هنعمل البسبوسه ان شاء الله. قطعنا البصل، هنقطع الفلفل، اي نوع فلفل، فلفل حار او بارد على حسب الرغبه زي ما تحبوا اعملوها. حبيتوا الثوم والبصل والفلفل ما بنستغناش عنهم في الاكلات الشعبيه خالص. حبيتوا تخفوا البصل ما فيش اي مشاكل، على حسب رغبتكم او على حسب الاكل اللي تحبوه اعملوها. الرغيف بتاعنا اهو، ايه الجمال اهو، زي ما احنا شايفين نحمص الرغيف خالص، وفي الفرن برضو بيتحمص تحميص كويس جدا. بعد ما حمرنا الصدق شوية هننزل عليه بالبصل، ادي البصل والفلفل، بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. بعد كده حوالي 3 حبات طماطم او 4 حبات طماطم ننزل عليها مكعبات، ولو بدون قشر يكون افضل. بعد كده 7 توابل مشكلين بتوع الجمال، 1 حبهان، فلفل اسمر، جوزة الطيب، الكباب الصيني الكباب الصيني، الكزبرة، الفلفل الاسمر، كله مع بعضه. اطحن شوية من البابريكا عشان يدينا اللون الجميل لأحلى جمهور. شوية من الملح خفيف، بسيط بسيط بسيط. والثوم البودرة والبصل البودرة ما نحرمهمش، سنة صغيرة وتركة بسيطة، معلقتين صلصة ما فيش أي مشاكل، ونقلب كله مع بعضه بالتركة الجميلة المصرية السهلة البسيطة. عملنا مع حضراتكم الحواوشي، وعملنا الصدق بيستوي معانا على النار على طول زي ما انتم شايفين، ومقاديره على الهواء كمان زي الفل. على نار عالية، على نار عالية، ما تكونش نار متوسطة، ونقلب كله يستوي مع بعضه ويتكرمل بالريحة بقى والجمال والدلع. مع القش السخن يطلع معانا، يا الله بقى على الجمال. سندوتشات ماشي، نغمز ماشي، زي ما تحبوا زي ما تحبوا. خلصنا الحواوشي وخلصنا الصدق البلدي معانا، هنطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع نشوف البسبوسة بالشوكولاتة هنعمل فيها ايه. ورجعنا مع حضراتكم تاني. قبل الفاصل عملنا الحواوشي وعملنا الصدق البلدي بطريقة سهلة وبسيطة واقتصاديه 100%. وادي الرغيف الحواوشي اول ما طلع من الفرن حاجه دايبه وناعمه دوب دوب بالبخار والريحه بتاعته الجميله. عايز بقى الاكيل الحاجه وهي سخنه، قشط عليها بالريحه بتاعت الريحه الجميله. بسم الله. طبق يا فوزي، طبق ولا بلاش طبق؟ بلاش، احنا في الطبق. نقطع مثلثات زي البيتزا تمام. قلب لي الصدق، قلب الصدق. ادي الطبق وادي الرغيف المحشي معانا الجميل. قلب قلب، تركه جميله مصريه 100% بالطعم الجميل. الدلع الدلع اهو زي ما احنا شايفين اهو. ادي كده خلصنا الحواوشي الجميله بالرغيف بتاعها زي ما قلت لحضراتكم. معجنات زي ما انتوا عايزين، حاجات زي ما انتوا عايزين. والصدق معانا استوى ما بياخدش 10 دقايق بالظبط، اكلات خفيفه وسهله وبسيطه. تعالوا نعمل معانا الحلو، البسبوسه بالشوكولاته. البسبوسه بالشوكولاته بالمكسرات باي قشطه باي صنف من الاصناف. هنعمل السنتر بتاع الرئيس وهي البسبوسه، نعجنها العجقات المفرم، وهي عباره عن كيلو من السميد، نص كيلو من السكر، كيلو من السميد. لو حضرتك عايزه تعمل نص كيلو ما فيش اي مشاكل، نعمل نص كيلو. ادي الدلع الدلع، كيلو من السميد، نص كيلو من السكر، 100 جرام من جوز الهند، حوالي 200 جرام من السمنه، 300 جرام من الحليب، 150 جرام من العسل الجلوكوز. لو حضرتك ما فيش عسل جلوكوز هنضيف
العسل التقيل او العسل النحل الابيض مفيش اي مشاكل زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهو. العسل الكلوكوز هنضيف العسل، بعد كده هنضيف الحليب بسم الله ونقلب كويس. ضفنا الحليب. السنت الرئيسي في البسبوسه، البسبوسه تطلع مش شقه، البسبوسه بتطلع مش كويسه، البسبوسه بتطلع مش حلوه. في التركه المصريه في اكله بسيطه مصريه هنطلع لكم 100% ممتازه. نقلب الحاجات مع بعضيها، العسل مع الحليب على النار زي ما انتم شايفين اهو، اهم حاجه يتقلب على النار. وادي الصدق بتاعنا بالريحه بتاعته اللي قلبت الدنيا. بعد كده نضيف السمنه بتاعتنا، سمنه يكون بلدي بيبقى جميله، ربع كيلو من السمنه، وسخن وسيحها مع بعضيها وخليهم يتجانسوا مع بعض كامل. ضفنا 150 جرام من العسل، 300 جرام من الحليب، 250 جرام من السمنه، وقلبنا كله على النار. بعد كده هنضيف كيلو السميط سايب، معاه نص كيلو من السكر، متضاف عليه 100 جرام من جوزة الهند، كل كيلو بياخد، وقلب كله مع بعضه بسم الله. حبيتوا تعملوا نص كيلو يبقى نص كيلو عليه ربع كيلو سكر، 50 جرام من جوزة الهند، وقلب كله مع بعضه. بعد كده بياخد حوالي كوباية من السمنة، كاتبين لكم المقادير بالمعيار وبالميزان ومعيار عشان حضراتكم. أم صلاح صديقة البرنامج يا مرحب بيكي، سلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. ازيك يا أم صلاح، مرحب بيكي. كل سنة وأنت طيب. وأنت بحضرتك كمان الصحة يا ست الكل، تسلمي. إن شاء الله تكون سنة خير علينا جميعا. ربنا يحفظك ويزيدك يا رب، تسلمي لي أموري. بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله الله، من كان مع الله فمن عليه. الله عليك، ربنا يبارك فيكي. الله يبارك لك يا شيخ، دايما في تقدم ان شاء الله وتوفيق يا شيخ. عندك اي سؤال؟ انا عندي سؤال طبعا بالنسبه للتخزين في الثلاجه. تمام. اي مأكولات تخزين في الثلاجه؟ الخضروات والحاجات دي. اي الخضروات والعصائر. تمام، تحت امرك. بالنسبه برضه للبصل والثوم. تمام، تحت امرك، تحت امرك. عينينا. كنت عاوزه اقدم عزاء لاسره الحاج محمد عطيان. البقاء لله. انا لله وانا اليه راجعون. البقاء لله يا ام صلاح، تسلمي. البقاء. تسلم يا ام صلاح، شكرا لاتصالك وشكرا والبقاء لله وحده. شكرا لاتصالك يا فندم. بعد ما عملنا العسل، دوبنا العسل مع الحليب مع السمنه كله مع بعضيه جانس زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، بعد كده ضفنا السميد، كل حاجه بالمعيار، الحلواني معيار، ما نزودش ولا نقلل، نضيف كل الحاجات السائله عليها ونقلب تقليب خفيف وبسيط وسهل 100%. حضرتك ممكن تقلبي بالمعلقه او تقلبي بايديكي، مفيش اي مشاكل. ادي البسبوسه بتاعتنا، نحشيها مكسرات، نحشيها قشطه، لو هنحشيها قشطه هنعمل قشطه كدابه اللي هي عباره عن 3 معالق من النشا، متضاف عليها كوبايتين من الحليب. بعد ما بنعمل القشطه بتاعتنا بقلب تقليب كويس، بعد ما نعمل القشطه بتاعتنا بناخد نص الكميه ونضيفها في الصينيه بتاعتنا، بعد كده بناخد القشطه بنضيفها عليها ونطري شويه العجين بتاعنا الباقي بشويه من الحليب ونضيف عليه من فوق، ويتخبط تخبطتين ثلاثه وينزل زي الفل. صينيه مدهونه سمنه، وننزل بسم الله بالمعجنات او بالعجين بتاعنا كله بعد ما قلبناه قدام حضراتكم واحده واحده. ضفنا الصميد، ضفنا جوزة الهند، ضفنا الصميد، ضفنا جوزة الهند، ضفنا السكر حرش زي ما هو، تطلع دايبه وجميله 100%. نقلب البسبوسه كويس. ضفنا حوالي 150 جرام من العسل، 300 جرام من الحليب، 250 جرام من السمنه، لو حضرتك مفيش سمنه بلدي بنضيفها على الشربات بتاعنا. الشربات هو عباره عن 3 كوبايتين من السكر، 3 كوبايات من الميه، معلقتين من العسل الجلوكوز، بيتباع رخيص عند الحلواني. فين انت؟ حاج فوزي مرحب بيك، تعال قلب البتاع ده. اخبارك؟ والله الحمد لله تمام يا حاج فوزي.
انتوا طيبين. ازيك يا حاج فضل؟ منورنا يا باشا، ربنا يعمل السوق. بمناسبه العيد، بمناسبه السنه الهجريه. اللهم امين يا حاج، وربنا يحفظك لينا يا رب ويبارك فيك ويديك الصحه. الله ينور عليك، والله حاجه جميله. تسلم يا حاج، تسلم، ربنا يبارك لك ويبارك فيك يا رب دايما ويديك الصحه ويعطيك العافيه. معاك الحاجه. اتفضل، اهم حاجه الحاج والحاج. السلام عليكم. يا مرحب بيك يا ست الكل. والله يا حاجتك جميله. والله جميل. انت اللي عسل يا امي، انت اللي عسل. والله والله العظيم حاجتك جميله. انت اللي سكر يا ست الكل. جميله قوي. ربنا يحفظك ويزيدك يا رب ويبارك لي فيك. ربنا يجعلها سنه مباركه عليك. اللهم امين يا امي، دعواتك ودعواتك والحاج، ربنا يحفظكم لينا يا رب ويبارك لنا فيكم. يجعل حاجتك حلوه وجميله. تسلم تسلم يا ست الكل، ربنا يحفظك ويزيدك يا رب. طبطتين ثلاثه اهو. شكرا ليك يا ست الكل، وشكرا للحاج جدا، يا رب يبارك فيكم ويحفظ ويحفظكم على طول يا رب دايما. كده خلصنا البسبوسه، هندخلها الفرن درجه حراره 180 نص ساعه. الوش والقعر يتحمر تحمير كويس، بعد كده نرجع للشوكولاتات بتاعتنا الجميله. باقي والله للشوكولاتات. هات هات الحله دي فيها عسل. هنضيف الشوكولاته، هنسيحها بسم الله، وعلى شويه من الزيت او معلقتين من الزبده، حوالي 100 جرام من الشوكولاته التزيين بقى الشكل الثاني يطلع معانا على نار هاديه او على البخار. طلع يا باشا، طلع، تسلم ايدك، طلع، افرش افرش. هات طبقين تاني للصدوق على نار هاديه، وقلب على طول باستمرار عشان ما تحرقش مني لحد ما تسيح الشوكولاته خالص. هات البسبوسه يا باشا اللي طالعه. يبقى عملنا البسبوسه ما قدام حضراتكم، حوالي 300 جرام، 300 جرام، نص كيلو من الكيلو من السميد، خد نص كيلو من السكر، كيلو من السميد، نص كيلو من السكر، 100 جرام من جوز الهند، قلبناهم كويس وضفناهم على بعضيهم وسبناهم المواد الجافه. بعد كده المواد السائله، وهي عباره عن حوالي 150 جرام من العسل الجلوكوز، مفيش عسل جلوكوز عند حضرتك، يبقى مفيش عسل جلوكوز، يبقى نضيف العسل الابيض او العسل النحلي، مفيش اي مشاكل، او عسل تقيل يكون بتاع البسبوسه والكنافه متضاف عليها، او ممكن حضرتك كوبايه من السكر على نص كوبايه من الميه بتضاف. وقدام حضراتكم المقادير. كلبز مش عايز يتلبس ليه يا عم عزب؟ كلبز. نقلب ونضيف شويه من الزبده، معلقه من الزبده حلوه كده او السمن. لو حضرتك ما عندكيش سمن بلدي، معلقه واحده بالظبط على السيرب الشربات بتاعنا وهو لسه على النار، تطلع معاكم بتركه او بطعم جميل جدا. نقلب الشوكولاته على طول باستمرار، ونقلب الصدوق، قلب على طول سنه من الزيت خفيفه عشان بسم الله ما شاء الله 100 100. هقلب طلع. اكلات سهله، حلويات سهله بسيطه جدا، اقتصاديه 100%، نعملها في البيت. ام زياد السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ام زياد، مرحب بيكي. لو سمحت يا شيخ، عايزه حضرتك تنزل مقادير البسبوسه الخط واحد احسن لو سمحت. عينينا على طول يا فندم، تحت امرك على طول، قدام حضرتك مقادير البسبوسه حالا، قدام حضرتك. لو سمحت الخط صغير جدا، انا مش شايفه اي حاجه. ايه ايه؟ الخط صغير جدا لو سمحت، عايز خط واقف. الخط حاضر حاضر حاضر، فردناها حاضر حاضر قدام حضرتك اهو. كيلو من السميد، السميد السايب، لو حضرتك هتعمل نص كيلو بس، بتضيفي نص كيلو من السميد السايب، متضاف عليه ربع كيلو من السكر الخشن، سكر عادي جدا، بنضيف عليه 50 جرام او نص كوبايه من جوز الهند، نقولها بالكوبايات، 3 كوبايات من السميد، 3 كوبايات من السميد، كوبايه ونص من السكر، نص كوبايه من جوز الهند، اقلبهم كويس مع بعضيهم. بعد كده اضيف المواد السائله، وهي عباره عن، انا بتكلم على النص كيلو، عباره عن كوبايه وربع من السمنه، كوبايتين من الحليب، نص كوبايه من العسل، بضيفهم على النار واقلب فيهم لحد ما يمتزج العجين الخليط كله مع بعضه، العسل الجلوكوز مع السمنه مع الحليب كله مع بعضه. بعد كده بضيف المواد السائله على المواد الجافه كلها على بعضيها، واقلب تقليبتين خفاف سريع، وانزل على البسبوسة بالشوكولاتة الجميلة، صوص الشوكولاتة المعمول
استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم. مين معاك؟ انت نايم. استاذ احمد السلام عليكم يا فندم. ايوه يا باشا اتفضل. الله يخليك. مش الرقم غلط يا فندم، الرقم غلط، معلش انا ياسين والله. انت بتتصل انت يا سراج؟ شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا لاتصالك. قلب صوص الشوكولاته على البسبوسه، تطلع بسبوسه بالشوكولاته ونحل بالشوكولاته، هي دي التحليه الكامله. عايزينه خفيف شويه، نقلب على حمام بخار ويطلع خفيف معانا بالتدريج الجميل. طبقه شوكولاته كامله مع البسبوسه، يقعد في الفريزر شويه ويطلع في الثلاجه، قصدي معلش في الثلاجه شويه، ويطلع بالطعم الجميل بتاعه. العشاق من عشاق الشوكولاتات بالتركات الحلوه الجميله. قلب بسم الله قدام حضراتكم واحده بواحده، بنعمل كل حاجه قدامكم بالتفصيل. اي حاجه مش فاهمينها ابعتوا لنا على اكله بسيطه مصريه باسم الشيف ماجد فوزي حمزاوي على اليوتيوب او على الفيس صفحه البرنامج، نرد عليكم بكل حاجه ليكم. شكل بعد كده بالشوكه، نخطط بسم الله. الدلع لو معايا قشطه بقى نكتب الصحه والجمال في اكله بسيطه مصريه، بس بقى معلش القشطه ما جاتش النهارده. ادي البسبوسه وادي التشكيل، خلصناها بتركتها الجميله. السلام عليكم يا عبد الرحمن. الو السلام عليكم. الا شيء. السلام عليكم يا عبد الرحمن. نور الشاشه. انت حبيبي، انت عامل ايه يا عبد الرحمن؟ تسلم ايديك على اكلات الجميله. انت عسل. ايه عجبتك الاكلات؟ عجبتك؟ تسلم ايدك على حواوشي وال وايه؟ والبسبوسه و والصدق. شكرا شكرا يا حبيبي. وانت طيب يا حبيبي. تسلم تسلم يا حبيبي. تسلم تسلم. نسيبها تهدى شويه عشان نقطع قدام حضراتكم على طول على الهواء مباشر، نعمل سفرتنا عشان نعمل احلى اكلتنا من الحواوشي. شكرا لاتصالك يا عبد الرحمن وربنا يبارك فيك. شكرا ليك يا فندم. شكرا يا حبيبي. ادي الحواوشي على الرغيف، اوعى. ادي الدلع والجمال كله اهو قدام حضراتكم، بنطلعها. وادي السجق البلدي الجميل يغرف مع الصوص الحلو، قشطه على قشطين بسم الله. الله يغرف، شكل سفره جميله. ما تفكوش السجق عشان ما يبص مننا ويبقى شكله مش حلو قدام التقديم بسم الله. يارا سلام عليكم. ازيك يا يارا؟ علي الصوت بعد اذنك يا ست الكل، علي الصوت يا عم علي. السلام عليكم يارا. الكب كيك. الو السلام عليكم. بقول لحضرتك انا عايزه عامله طريقه عمل الكب كيك. حاضر. والكريم كراميل. والكريم كراميل حاضر حاضر. عينينا الكب كيك دلوقتي لو سمحت. على عينينا. حاضر على طول حالا حالا. حاضر حالا. ادي الرغيف بتاعنا الحواوشي اهو، وادي الصدق بتاعنا. نشكل الكريم كراميل. الكريم كراميل عباره عن سكر محروق، بنضيف حوالي كوبايه سكر، بنضيف عليها معلقتين من الميه، يتحرق الكراميل، يتحرق الكراميل معايا خالص من غير ما نضيف عليه اي حاجه. الله ينور الله ينور عليك يا فوزي 100 100. شفت يا عم وليد؟ شفت الحركه دي؟ يعملها تاني. هات 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 يا فوزي. يتحرق السكر معايا خالص، بعد ما يتكرمل السكر، بعد ما بنكرمل السكر خالص بنضيف عليه معلقه من الزبده، شويه من الحليب، ونقلب. يطلع معانا صوص كراميل، ممكن نربطه بمعلقه صغيره من الدقيق، يطلع معانا كراميل جد كراميل، حاجه ممتازه بالزبده والحليب والسكر المحروق. بعد كده الكب كيك هو عباره عن ثلاث بيضات، ثلاث بيضات متضاف عليهم كوبايه ونص من السكر بدل السمنه، بنحط زيت بس في الكب كيك، ونضيف ريحه البرتقال. هات يا فوزي، هات انت ماسكها في ايدك. امال اطلع انا ريحه البرتقانه زي ما انت شايف اهو، ريحه البرتقان. بعد كده بنضرب السكر مع
مش هعرفه. لا. لا خلاص. بنضرب السكر مع البيض، الثلاث بيضات مع كوبايه ونص من السكر، بنضربهم بعد دقيقه بالظبط، بنضيف عليهم الحليب. لو حضرتك ما عندكيش المضرب بيبقى في الخلاط، بنضيف بنضيف الحليب، كوبايه الحليب مع الكوبايه ونص السكر مع البيض الثلاث بيضات. بعد كده في الاخر خالص بنضيف، بننزلها من الخلاط وننزل بكوبايتين من الدقيق، معلقه من النشا، معلقه كيس من البيكنج باودر، ننخلهم مره او اتنين عشان يطلع كب كيك هشه وجميله. ننزلهم بالدقيق، ننزلهم نضرب الدقيق مع النشا مع البيكنج باودر النخله، وبعد كده بنضيفها على المواد السائله ونقلبها تقليبه خفيفه. بعد كده بنجيبها نحط اخر حاجه نص كوبايه الزيت، بتطلع معاكم حاجه جميله وممتازه جدا وسريعه، وادي الرغيف الخاخير. خلصنا اكلتنا واحلى. ام احمد سلام عليكم. ام احمد الو. الو السلام عليكم ام احمد، مرحب. عليكم السلام. لو سمحت عايز اسال على البسبوسه يا شيخ. تسال عن ايه؟ البسبوسه. عينينا البسبوسه نقولها تاني وتالت ورابع، احنا لازم نطلع مستفيدين من الحاله دي. البسبوسه عباره عن كيلو من السميد متضاف عليه نص كيلو من السكر، متضاف عليه 100 جرام من جوزة الهند، متقلبين كلهم مع بعضهم. قلبنا السكر مع السميد مع جوزة الهند، قلبناها كويس. بعد كده ضفنا على النار في اناء تاني او في حله تانيه، نضيف 150 جرام من العسل الكلوكوز. حضرتك ما عندكيش عسل يبقى عسل تقيل، نص كوبايه من العسل التقيل، 3 كوبايات من الحليب، كوبايتين من السمنه. لو حضرتك ما عندكيش سمنه بلدي ممكن معلقه واحده بس في الشربات بتاعنا اللي هو عباره عن كوبايتين من العسل، كوبايتين من السكر، على 3 كوبايات من الميه، على معلقتين من العسل الكلوكوز. العسل الكلوكوز سنتر الرئيسي في الحلويات، بتمن بسيط ممكن نجيبه من خامات الحلواني. ان شاء الله ليه طريقه تانية هنعمله قدام حضراتكم عشان هو الاساسي في الحلويات، بيديني لمعه حلوه جدا وبيتماسك معايا بطريقه حلوه مظبوطه 100%. وتواصلوا معانا على صفحه اليوتيوب قدام حضراتكم. وادي البسبوسه، بنقلب الصميت مع جوزة الهند مع السكر. بعد كده بنضيف المواد السائله عليها، ادي البسبوسه اهي بالحته، بالسمن البلدي الجمال والدلع، مش هتلاقوه اللي هنا، بكل تركاتنا بكل حركاتنا بكل طريقتنا بنقدمها لكم. مفيش مقطع يا فوزي. شكرا طبعا للمساعد بتاعنا المساعد الجميل فوزي اشرف، بيتعب معانا كتير. وشكرا لكل قصه الصحه والجمال من المعدين ومن المخرجين ومن المصورين، احسن ناس بسم الله. طبعا تطلع بالمقطع افضل مع هالطبق يا فوزي، طبق الجميل، طبقه وطبقه، يهدى شويه تدي بتركه طعم بالشوكه. الف هنا وشفا طبعا ليكم، الف هنا وشفا للي ياكل. عملنا تركاتنا وحاجتنا الجميلة بقى كام؟ عملنا حاجات بسيطة وسهلة واقتصادية 100% عشان خاطر عيونكم وعشان خاطركم وعشان أخد خاطر أحلى مشاهدين. بنعمل أحلى أكلات من كل مكان، عملنا أكلات الشوارع بطريقة سهلة وبسيطة تعملوها في البيوت بحاجات سهلة واقتصادية 100%. يا رب يكون حلقتنا خفيفة على قلوبكم، خفيفة على جيوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.